thank you يا صباح الخير يا صباح الفل والياسمين كيفكم صباحي شو اخباركم ان شاء الله تكونوا بالف خير يا رب انتم عم تشوفوا فيديو اليوم اهلا وسهلا فيكم كلكم نورتوا قناتي اهلا وسهلا بالصبايا الجداد اللي انضمت لقناتي جديد برحب فيكم من وين ما كنتوا عم تتابعوني هون صبايا لسه الولاد معطلين فحبيت اعمل لهم فطور راكز يعني نوع لهم بالاكل لانه صراحة مو كل مره هيك بعمل بالعاده يعني الفطور بيكون صنف واحد مثلا بده سندويشه جبنه سندويشه زعتر بحط لهم اياها بالصحن مع شوية خضرة مع كاسة شاي جنبها او كاسة لبن عيران وخلص هي هي يعني بياكلوا صحنهم وبيقوموا فوقت بشكل بالاكل بيزيد وهيك فما كل مرة بعمل هيك بالصدفة وخاصة وقت يكون زوجي معطل ممكن اعمل هيك يعني فطور راكز او يكون عندي اهلي او حدا يعني بس بالعادة لا ما بعمل وانتو خبروني كيف الفطور تبعكم هيك بتشكلوا كتير ولا خلص صنف واحد هلا هون مثل ما لكم شايفين حطيت بالطنجره بطاطا وبيض وحطيت هيك في بيضه مثل ما شفتوا اول الفيديو حطيتها هي البيضه بتكون لونها حمراء وبس لحتى يستوي البيض بتصير لونها بيضة مشان تعرفي انه البيض من جوا خلص استوى فمثل ما شايفين هون صارت البيضة لونها ابيض فشلت البيض وتركت البطاطا لانه لسه ما استوى هلا هون كمان حبيت اعمل بانكيك آه، عملته من زمان معكم بس رح لكم المكونات آه، حطيت بهي العلبة البلاستيك حطيت كاسة حليب وكمان حطيت بيضة وحدة حطيت كاسة طحين وظرف فانيليا وظرف بيكنج بودر ومعلقتين سكر ومعلقتين زيت نباتي وصرت هيك آه، العلبة يعني خضة خضة عشان المكونات كلياتهم يختلطوا مع بعضهم مثل ما شفتوا جبت هي المقلاية حطيت عليها شوية زبدة وكمان فيكي ما تحطي لها زبدة آه بعدين آه صرت آه نزل من هذا الخليط شوي شوي النار لازم تكون وسط وبعدين بس لحتى يصير في هيك آه فقاعات على البانكيك بتقلبيه على الوش الثانيه يعني ما بتاخذ معك دقيقه هلا هون حطيت ابريق الشاي وساويت سلطه البطاطا مثل ما شفتوا قطعت البطاطا مكعبات وحطيت لها بقدونس مفروم وبصل اخضر مفروم ودره صفراء وزيت زيتون وعصره ليمون وملح هلا هون بعد ما خلصنا فطور وضبيت حبيت اني اغسل البرادي تبع غرفة القعدة الصراحة كتير مغبرين ومشحرين ما بعرف شو السبب يمكن من الشوفاج اه لانه دايما على صلاة الصبح انا بقعد بغرفة القعدة فأول ما في على صلاة الصبح بشيل البرادي كلاتهم هيك بجمعهم بالزاوية والزاوية تبع غرفة القعدة فيها شوفاج بيمكن من الشوفاج عم يتشحروا مثل ما شفتوا حطيت التنتين السماك حطيتهم مع بعض وحطيت مكعبين من اللي بينظف الغسيل حطيت كمان معطر غسيل مشان تطلع ريحة البرداية حلوة حطيت الغسالة على البرنامج تبع البرادي الخاص هلا هون قلت لبين ما يخلص البرادي قلت لأمسح هون الرفوف إلي زمان ما مسحتهم أنا اولادي كانوا عم يلعبوا بهي اللعبه حبيت صور لكم اياها هي آه، اللعبه اختي جابت ياها هديه آه، لعمر السبع سنين وطالع آه، بيلعب فيها شخصين واكثر هي عباره عن كروت وكل كرت فيه رسمه آه، في بلاستيكة هيك بتحطيه على الراس وكل شخص بيسحب كرت وبيحط هذا الكرت على هي البلاستيكه من دون ما الشخص التاني يشوفها وبيبلش الشخص الاول يشرح له شو الرسمه الموجوده لحتى الشخص الاول انه اه يحزر شو هي الرسمة اذا عرف وربح بياخد اه في مثل هيك مصاري هيك دويرات حمر مين بجمع أكثر من هدول دويرات الحمر هو الربحان صراحة لعبة حلوة حبيت لكم عليها هلا هون البرداية خلصت اه علقتهم كلياتهم بس عندي هاي البرداية لازم اكوية لانه هيك في اماكن مجعلكة هلا هون شو صار يا حذركم انا عم بكوي أه فعم بسحب المكواية الشريط تبع المكواية حاطه بالوصلة فالوصلة دقرت بال بالفازة ووقعت وانكسرت صراحة لكم شغلة من قبل بيومين كنت عم اقول انه هي الفازة ما كتير عجبتني هون جو جيب وحدة تانية يعني هيك تلبع على غرفة القعدة فسبحان الله كانه الاشياء بتحس فينا يعني انه شلون انكسرت وقبل بيومين كنت عم اقول انه ما بدي اياها يعني بجيب وحدة تانية فخلاص انكسر الشر هلا هون مثل ما شفتوا كويت البردايه كلياتها هلا هون فت على المطبخ لساوي محلاية صراحة اولادي كتير بحبوها كل فترة والتاني بيطلبوها مني أه هي اكلة المحلاية مشهورة بسوريا كانوا من زمان يعملوها بالمناسبات ولهلا طبعا أه فخبروني تحت بالتعليق مين بيحبها ومين بيعرفها ومين دايقة هلا أه اول شي حطيت بالطنجرة علبة حليب فوقن اربع معالي نشا وتلات ارباع الكاسة سكر ونص معلقة صغيرة مستكة وحطيت علبة قشطة ميتين جرام بتضلي بتحركيهم بتحركيهم لحتى يدوب السكر وكمان القشطة، وبعدين بس يدوب السكر والقشطة بتقيمي الطنجرة بتحطيها على الغاز، لازم تكون النار وسط، وضلي حركة 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 لحتى يغلو القوام ويصير القوام سميك ويصير على داير الطنجرة هيك بتحسي إنه علق الحليب يعني على داير الطنجرة، خلص بتصير تمام، هلا هي الكمية ساوتلي ست زبادي كبار مثل ما إلكم شايفين، هلا هون بسكبون وبتركهم هيك شوي على جنب بعدين بحطهم بالبراد لحتى المسا زين الوجه هلا هون كنت عم بعمل الجيليه مشان زين الوش تبع المحلايه مثل ما شايفين حطيت بالدوله معلقتين كبار من البودره تبع الجلية وحطيت لها كاسه شاي مي وضليت حركهم لحتى يغلو بس يغلو بتحطيهم بالزبدية وبتحطيهم بالبراد لحتى تجمد هلا هون بعد ما سويت المحلايه وحطيتهم بالبراد مع الجلية رحنا على المول اخذنا الاولاد مشان نلعبهم وقعدتهم يعني والعطه هيك اخذهم لعبهم فهيك صورت لكم بالمول كم مقطع بعد ما رجعنا من المول مثل ما شفتوا تغدينا بيتزا الاولاد جا عبالهم بيتزا فهلا هون حبيت زين المحلاي المحلاي بنحط لها كريمه هلا هون هي الكريمه حطيت نص الظروف وحليب كاسه شاي صغيره حليب هلا هون بدي اخلطهم لحتى يصير القوام كريمي بعد ما زينت الزبادي بالكريمه هيك بالنص بتحطي هيك خط كريمه آه عندي هي الجيلي اللي ساويتها الصبح آه بتعملي هيك اطراف الزبيه بالسكين لحتى تطلع الجيلي بعدين بتقطعيهم مكعبات لتحطي تزيني المحلايه بهاي الجيلي صراحه بسوريا كانوا يحطوا كرز بس انا ما بحبه يعني ولا ولادي بحبوها فبحس انه الجيلي يعني حتعطي المنظر القريب للمحلايه اللي بسوريا مثل ما شفتوا بالمقلايه حطيت شويه لوز مشان بدي اقشرهم وبدي اقطعهم مشان كمان زين فيها المحلايه لانه المحلايه بنحط لها فستق ولوز هلا هون مثل ما شفتوا حطيت على جنب شويه فستق هيك ناعم وعلى الجنب الثاني اللوز اللوز فرمته بالاله اللي عندي المبرشه قبل ما يكون عندي هي المبرشه كنت اقطعهم على يعني فكانت تطلع كمان ظريفه هلا هون عطيت لاولادي وزوجي وهون حبيت افتح اللابتوب مشان اعمل الفيديو اللي هلا حتشوفوه لانه بياخد وقت كثير كبير يعني انا بقسمه على هيك مقاطع او على على هيك ساعات مشان رقبتي ما تجعني وبس هذا هو الفيديو تبعي اليوم اتمنى يكون عجبكم اذا حبيتوا ما تنسوا لا تنسو تعملولي لايك وتشتركو بالقناة بحبكم كتير سلام